طيب يا جماعة الخير، احنا شفنا المقطع هذا يعني تداول الفترة هذه امس واليوم، وانا شايفه كثير صراحة، اكثر من شخص غرد على عن هذا المقطع، وهذا المقطع الاثنين فازوا بقرعة الحج اللي يعني والله طبعا الحمد لله، يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد، الحمد لله، سواء اللي في السعودية او اللي الدول المجاورة يعني سهل عليهم يجون مكة، يعني يمكن ما اتوقع انه لو الكل بيفرح انه رايح مكة، لكن هذول هذه دول بعيدة وترى غالبا ما يأتون الا مرة واحدة في العمر. أنا أبغى أسمع والله صراحة هذا المقطع مؤثر ودليل على زحام النعم اللي عندنا واللي احنا فيها، وقرب الحرمين صراحة، وأنك تقدر تروح لهم بشكل ميسر وتقدر تعتمر أكثر من مرة في السنة، ولكنك لا تستطيع إلا أن تحج مرة واحدة. ولكن صراحة اللي أعجبني في المقطع كثيرا هو سجودهم شكر لله عز وجل، يعني هذه فعلا إذا أردت أن تقيد النعمة فاشكر مسديها، وما أسدى لهم هذه الهدية إلا الله عز وجل. وهذا المقطع والله أثرني، يعني تأثرت فيه بالسجود أكثر من أي شيء آخر، لأنه فعلا حنا ممكن إذا لو جانا شيء مفرح تخم اللي جنبك أو ممكن تبكي، لكن شوف لقطة السجود اعتراف منهما لله عز وجل، يعني يا ليتنا نتعلم منهم فقط انه نشكر فعلا الله عز وجل في اشيائنا الجميله والمفرحه. ومباشره اصلا حتى هو ماسك الورقه مباشره سجده. لو بعدين شفت صراحه انت يعني تعابير وجه حاتم، هو يتابع، احنا كنا كذا متابعين المقطع كذا جاد جدا، لكن حاتم انه اول ما سجد ترى ابتسم، شفت كذا مبتسم يا اخي. لا بعدين يا اخي اول كلمه ايش قالها؟ قال يا الله يا صحيح، يعني على طول امتداد للسماء. طيب ما شفت ردة فعلي انا؟ لا بس ناظر حاتم؟ لا انت معطيني ظهرك طال عمرك. انا شققت انا. اقطع على الرياضي ولا اقطع عليك الرياضي، الشاشه وراك وكنت معطيني ظهرك. طيب. ايش ردة فعلي طيب؟ شفت رياضة الان يا جماعه الخير. لا جد بقول لك شيء، بالنسبه للحج انا والله اقول هي اول شيء ركن من اركان الاسلام، وهذه رساله لكل شاب او يعني فتاه او اي شخص اسمعنا قادر على ان يحج. انت انوي تتيسر لك صحيح، بس انوي يعني تقول العام القادم السنه الجايه الحج الجاي ان شاء الله باذن الله اني بحج، تتيسر لك صحيح. والله من كثير اسمعها بصراحه ينوي بس النيه والله تتيسر له الامر بشكل يعني خفيف وسهل، ولا يغرك اللي في الشاشه تشوف الزحمه تقول والله ما في مكان، والله اللي حج بيشوف له مكان وما في، والامور ميسر الحمد لله، والامكانيات والخدمات يعني حاضره. فهذه رساله لكل يعني شخص يتابعنا انوي الحج فقط. على طاري حجيته والامور ها حجيته؟ اي حجيت الحمد لله. الحج له بصراحه خمسة اللي حج يحب ما شاء الله الحمد لله. خمسه اتوقع الا صحيح خمسه الحمد لله. انا طبعا اوعد على كلمتك تقول مره، هي مره نعم كل خمس سنوات التصريح الان بالسعوديه عندنا مره صحيح. كل الإنداء. لا هو شوف الحج طبعا هذه معلومات بديهيه، لكنه لمن استطاع صحيح هو لما استطاع، بس انه انا عجبني رياض كلامه الحمد لله ما حجيت في نفس اليوم موضوع رياض التسويق. لا انا متاكد اني حجيت قبلك اكيد انت بس شايب حاتم قبلنا. اسمع حاتم احنا شكلنا كنا في انا كنا ولا وين هو قبل انا كنت منظم، احنا كنا سادس ابتدائي وحاتم كان مع الشباب الثانويه. انا رحت مع الكشافه واحد يا حبيبي انت طالع في كشتات واحد قل لا اله الا الله لا اله الا الله، انا في كشتات واحد ترى اولى ثانوي ما شاء الله تبارك الله. طيب كنا ندب عليه الصيف وكان حج ما فهم غلط اصلا قال حجيت قبلك عرفت، قلت له انا كنت شاك ما سالت صراحه، بس شكله على الهواء مباشره بعدين ترى باخذ العمر طال عمرك هذه الحلقه حلو. شبكه المجد القنوات الامنه للاسره.